هذه النسبة المرتفعة، هذا الشعب الأردني الغاضب منذ 7 أكتوبر كان يوجه رسائل للشعب المصري، وفي الحقيقة هذا أمر استوقفنا جميعا كثيرا. يعني الهتافات كان من بينها هتافات تحفيزية تحث الشعب المصري على الغضب، هتافات تتساءل عن إغلاق معبر رفح، وهتافات أخرى تحمل كثير من العتاب والعشم أيضا. إحنا فيكم عشمانين يا مصريين. ليه يا أستاذ خالد المتظاهرين في الأردن كانوا بيهتفوا للشعب المصري؟ يعني حقيقة تبقى مصر هي مصر، مصر هي سند الأمة، ومصر هذه أرض الكنانة، ومصر هي ثقل الأمة العربية والإسلامية. الشعب الأردني يستذكر الموقف المصري أيام الرئيس الشهيد محمد مرسي، كيف فتح هذا المعبر، أرسل رئيس الحكومة المصرية في ذلك الوقت إلى غزة ويعلن التضامن، كيف يصرح الرئيس المصري في ذلك الوقت أننا لن نترك غزة وحدها، فتوقفت الحرب خلال 8 أيام في ذلك الوقت. الأردن وكل الشعوب العربية تنظر إلى مصر وتترقب المشهد في مصر، وتعرف أن أصالة الشعب المصري ما تزال موجودة. وهنا الهتاف كان يتعالى في الأردن أن الشعب المصري ليس جبان، هذا كان الهتاف بالأمس واليوم بالمناسبة، غير هتاف العشم، كان هتاف أيضا التشجيع في هذا الأمر ومعرفة أصالة ومعدن هذا الشعب وأنه يواجه سياسة اضطهاد. هناك هتافات طالت الرئيس المصري الحالي يعني بحقيقة بالشتائم في اليومين الأخيرين. الخلاصة أن مصر تبقى قبلة العرب في الثقل السياسي وفي الدور الاستراتيجي المطلوب منها في فلسطين، وينظر الشعب الأردني إلى أن الشعب المصري قادر إذا أراد وإذا خرج وإذا تحرك أن يرغم نظامه السياسي على فتح معبر رفح، فإغلاق معبر رفح يعني شراكة كاملة في القتل الذي يحصل في غزة، وبالذات القتل عبر التجويع. مؤيد النظام المصري ربما يردون عليك بسؤال، أنتم لديكم حدود مع فلسطين أيضا، فلماذا لا، إن سب المتظاهرون الرئيس المصري فلماذا لا يسبون الإدارة في الأردن والملك والحكومة وما شابه؟ لماذا تحملون مصر أخطاء أنتم بإمكانكم في الأردن أن تقوموا بحلها؟ حقيقة الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع غزة هي مصر. الأردن حدوده ليست مباشرة، الأردن أي مرور بري سيدخل من الضفة الغربية ثم إلى مناطق 48، هذا الأمر يستلزم تعقيدات كثيرة. مصر تستطيع أن تفرض إرادتها وتفرض وجودها وحضورها الذي كان معهودا سابقا. الأردن ربما يعني يكون له يعني خطوة متقدمة في موضوع الإنزالات الجوية، ولكن بتصريحات الملك والملكة ورئيس الوزراء أن الإنزالات ليست هي الحل الأمثل ولا النهائي ولا يعني الطبيعي، هي جاءت استثناء على أصل، وهذا الأصل يفترض أن يفتح معبر رفح. معبر رفح هو البوابة، هو الشريان، لا يصح أن يبقى مغلق، والتاريخ سابقا أثبت أن فتح معبر رفح هو شريان الحياة لأهل غزة وأحد عوامل الصمود لأهل غزة، وفي النهاية هو فتح هذا المعبر يدلل على مدى الترابط والتلاحم بين مصر وفلسطين. شكرا جزيلا لك عبر سكايب خالد وليد الجهني الناشط السياسي الأردني.